السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا المتابعين الكرام. السلام عليكم. عبال ما يجتمعوا ويعني ندخل في الموضوع، نقرأ آيات من باب أنه وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غنائم واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم 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 إن الله سريع الحساب. مساكم الله بالخير جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اليوم كنا موضوع بسيط جدا من القرآن، إحنا حياتنا كلها بالقرآن. اللهم اجعل أيامنا ودقائقنا ولحظاتنا تتنور بالقرآن. لكل إنسان مريض، لكل إنسان مهموم، لكل إنسان طالت به ليالي الشقاء، لكل إنسان ينتظر لحظة الفرج، لكل إنسان أوذي من السحر، لكل إنسان أوذي من الابتلاء، لكل إنسان ابتلي في عرضه بالكلام والحديث والشائعات، لكل إنسان ينتظر متى تشرق شمسه وتنتهي هذه الآلام. والله الذي لا إله إلا هو، لو فتحت القرآن متأملا أنه رسالة من رب العالمين لك، والله لحمدت الله وشكرته ولمكثت حتى وأنت في آلامك في هذه الآلام تشكر الله وتحمده. باختصار،
هناك آلام، هناك مواجع لا يشعر بها وبأناتها بوجعها إلا أصحابها. فعندما تروح تشتكي للناس تجد الناس ما يقدرون هذا القدر، فمنهم من يقول لك يعني كلمات يظن هو أنه يصبرك، لكن ما عاش هذه الحياة وما عاش هذه الآلام. فلذلك لا تشتكي إلا لله سبحانه وتعالى، وإن وجدت أحد البشر يفهم في القرآن فلك أن تعيش معه آيات الله. لذلك رسالة حتى للدعاء، حتى لكل إنسان يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. سيأتوك الناس ويتحدثون معك، إياك أن توجههم بكلامك البشري. إن في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يغنيهم، ما يشفي غليلهم، ما يثب يعني يرفع من معنوياتهم ويثبط حالات اليأس ينهيها. القرآن هو روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح. إذا أنت في خلجاتك، في حياتك، في مصائبك، في ثغرات لن تجد البشر يعني يرمموها، القرآن القرآن القرآن. عموما حديث اليوم عن هذه القضية. أحيانا نتعب من الصبر، من الصبر، ويعني إلى الكلمة التي تأتينا إلى متى. أنا لن أتحدث عن مواقف حياتية أناس وكذا، القرآن يعطينا كل التفاصيل، كل قضية أصلها في القرآن ستجد لها منبع. اليوم سنتكلم عن أولئك الصابرين اللي يتابعوني اليوم واللي يعيش هذه اللحظات. ترى أنت في نعيم كبير، إذا أحب الله عبدا أصاب منه، أصاب منه يعني ابتلاه. في الحديث الآخر، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. والابتلاء ترى يا جماعة مو بس في يعني الابتلاء اللي هو الفقر ولا في المال ولا لا، لا، ابتلاء ترى مرض، ابتلاء ترى يبتليك الله يكون عندك مال، ها، ويبتليك الله سبحانه وتعالى بأبناء ليسوا على منهج ولا ليسوا، ويبتليك الله بأمور وأمور وأمور. لذلك الابتلاءات متنوعة، حتى الرزق متنوع، لا نحصره على المال. الرزق ترى أخلاق، أحيانا الحب رزق، المودة رزق، الناس أصدقائك رزق من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الابتلاءات. فالإنسان يبتلى ولا يدري من أين يؤتى. عموما حديث اليوم عن نبي، كلنا بالعامية كنا نقول يا صبر أيوب، يا صبر أيوب. أيوب الله سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. في سورة الأنبياء الله ذكر الأنبياء متدرجين كذا، يعني يذكر سلسلة من الأنبياء قصصهم، وتلاحظوا في سورة الأنبياء: فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له. وإنت تقرأ معنوياتك ترتفع، بس لو تشوف حالات الأنبياء، ولا تقول هؤلاء أنبياء يعني ما يعني هؤلاء الأنبياء الله يتعامل معهم كذا، لا ترى لو الله يعني بنفس يعني فكرتك الله سبحانه وتعالى يتعامل مع بعض البشر بهذه الطريقة، صحيح أنهم أنبياء وأكرمهم الله سبحانه وتعالى، لكن اسأل نفسك بسؤال وجاوب على تساؤلاتك أنت بسؤال: لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى قصة أيوب، قصة ذنون، قصة نوح؟ ليش؟ عشان البشر. ولاحظ في خواتيم الآيات الله يقول: وذكرى للعابدين، وكذلك ننجي المؤمنين. لأنه اللي يقرأ القصة ويعيش مع أحداثه يفهم أنه هذه رسالة من الله له في مصيبته هو، التي لن تصل لمثل ما حصل لأيوب. أيوب عليه السلام أصابه الله، كان كثير المال، كثير يعني الأولاد، وكان لديه من المال الشيء الكثير. عندما أقول المال ليس المال فقط النقود، لا، إنما المزارع والأغنام والحلال يعني. فأصابه الله سبحانه وتعالى بمرض، وذهبت عنه هذه الأموال كلها، وما بقيت معه إلا زوجته رضي الله عنها. يعني الناس استكثروا حتى زيارته. فسبحان الله، يعني تخيلوا ذلك. حتى في المستشفيات احنا عندنا لما يكون واحد في العناية المركزة او في المستشفى يتعب الانسان من زيارته، لكن في هذه اللحظات يتبين من هو الانسان
الذي يكون قريب والذي يحبك بصدق. فزوجته هي التي بقيت معه، حتى أن الناس عندما تأتي زوجته لتذهب لتشتري من السوق يعني يتحسسون منها، لأنه يقولون أن ما شفي من أيوب إلا بصره ولسانه، جسمه كله يعني قيل أمراض معدية جلدية أمور وتظهر رائحة يعني أمور، نسأل الله السلام والعافية. بالله أعطوني كذا يعني من تعرفون من مثل هؤلاء يحصل لهم مثل ما حصل، الكل يبتعد عنها، الكل مهما أصابك لكن لن تجد البعد هذا، تجد الاتصال مع وسائل التواصل الآن وكذا على الأقل، لكن أن يبقى كذا وحيدا طريدا بدون مأوى إلا بزوجته تقوم به. الشاهد من الكلام 18 سنة في بعض الروايات مكث هكذا، حتى أنه يعني لم يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا في ديننا حلال، أنه يقول يعني يقولون أنه وصل إلى مرحلة من التسليم، خلاص من الله سبحانه وتعالى أنا راضي، وهذا حال لن يصل له إلا من عرف الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتعارض مع الدعاء، لأن أيوب في النهاية دعا وحق له أن يدعو. فلك أمران، إما أن ترضى وإما أن تدعو، والإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى لأن الله يحب أن يسمع دعاء عبده. الشاهد من الكلام بعضنا يظن أن أيوب وصل مرحلة أنه لا يستطيع أن يصبر، قيل أنه يستطيع أن يصبر لكن حصل له موقف، وهذا قول من الأقوال، أن زوجته كانت ذا شعر جميل ولم تجد في ذلك اليوم الذي يعني تريد أن تطعم به أيوب لم تجد شيئا، فذهبت وقصت ضفيرة من ضفائرها وبعتها وأتت له بطعام جميل جدا ليس كالعادة، فسألها أيوب واستحلفها وكذا، وكأنه شك في الموضوع، لماذا أتيت بطعام جميل، ما الذي حصل لك اليوم كذا، فكشفت عن رأسها ووجد، فحزن أيوب. شوفوا الزوجة الصالحة، شوفوا الحياة الأسرية، شوفوا يا جماعة مو اللي يحصل الآن من كلمة واحدة تحصل أمور وتحصل أشياء وتحصل. هنا دعا أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومعه رحمة من عندنا، شوف الآن، وذكرى للعابدين. لكل مهموم أبشر، لكل مسحور ومسحورة أبشر، والله العظيم لكل شيء مقدار. الله يقول عن السماء، السماء عندما تمطر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكن، شوف بقدر، فأسكنناه في الأرض. إيش قال الله؟ وإنا على ذهاب به لقادرون. الآية عن السماء لكنها تخص همك كمان، لما تستشعر أنه هذه الآية رسالة من رب العالمين لي أنا. شوف مسحور مسحورة، وأنزلنا من السماء ماء، قدرك أن يأتيك السحر فأسكناه في جسدك، يقول الله وإنا على ذهاب به لقادر، وإنا على ذهاب به لقادر. هذه المعاني ما تتجلى إلا لمن يستشعر أنها رسالة من رب العالمين. الآيات كل آية، فيجي الإنسان مثلا مسحور أو مسحورة أو مريض أو مريضة ويقرأ وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر له وقت معين ينزل وبقدر معين وفي مكان معين، فأسكنناه في الأرض في المكان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وإنا على ذهاب به لقادرون، فتصيبه طمأنينة ويقرأ بلى إن الله قادر، قادر سبحانه وتعالى. أذكر يعني حكيت هذه القصة من سنوات، أنه أحد المعاصرين الآن كان مريض السرطان يعني، وهذه القصة سبحان الله ما قصيتها، أحد الأحبة من المغرب أحمد سمي، إن شاء الله يكون يتابعني أسمي على يعني مسي عليه بالخير،
أتاني للمسجد وقال لي والله سمعت القصة هذه وارتفعت المعنويات وشعرت أن الله قادر، والحمد لله الحمد لله تميت عمليتي والآن أنا متزوج أموري طيبة. هذا أصل القصة، أن رجلا كان مريض بالسرطان وتفشى السرطان في هذه المنطقة، فإذا وصل إلى القلب يتفشى يعني وانتشر في الجسد. يقول فأريد أن أختم، الدكتور قال لي خلاص أنت يعني أيام معدودة وتفارق الحياة. يقول أردت أن أختم، هو عنده ورم يعني، أن أختم حياتي بالقرآن، يعني خواتيم الحياة بالقرآن. يقول وأفتتح البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب. يقول حتى وصلت إلى سورة طه. في مداخلة، هاي سلطان بالله عندي طبينا قاعد مداخلة بسيطة يا أخوان، تعال يا ريان. أنا ما قلت لكم لا تيجوا؟ ريان ريان ريان، قول قول لهم ديهم بواسة، قول أوه ديهم بواسة 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 يا بابا. إيش هذا؟ إيش 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 بواسة ديهم بواسة بواسة ولد سلطان حبيبي سلطان. طيب يلا ممكن صرفة؟ تعال يلا بابا روح هذا وكمل الموضوع. الجماعة هنا قاعدين يضحكوا عشان خبصتونا. يلا حبيبي ها سمعوك الناس. طيب دحين اجيك. طيب يلا دحين اجي. يلا خذ خذ ريان، خذ ريان. باي 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 ريان، مع السلامة. يلا باي باي مع السلامة باي. يلا يلا مع السلامة. صرفة صرفة دق الجرس. يلا المهم يا جماعة فين وصلنا في الموضوع؟ ذكروني بالله. آمين آمين يا رب أحسن مني. فين وصلنا؟ ترى نسيت. أيوة عند سورة طه، الله يفتح عليك. ف وصل عند يعني بدأ من البقرة ووصل إلى سورة طه. شوفوا الرجل الآن يعني ترى قراءته هذه يعني كأنه يستشعر أنها القراءة الأخيرة له في حياته، فكان يقرأ الآيات مو زي ما نقرأها إحنا، إحنا نقرأ عادي ترى، إلا لما تجينا مواقف وكذا نستشعر أنه هذه الآيات كأنها رسالة من رب العالمين. ما بالكم لو عشنا كل حياتنا أن القرآن دستور حياتنا منهج حياتنا، في اليوم أنا في رسالة من رب العالمين، أفتح القرآن تهديني ترشدني تنور لي. الشاهد من الكلام هو يقرأ ويصل في سورة طه. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هو صار يقرأ وصار زي يجيله زي الشعور والتساؤلات، يا رب يقول جوتي قاعد أسأل نفسي كده، يقول يا رب جبال تنسفها ورم هنا ما تنسفه، بلى يا رب تنسفه، والله بلى يا رب تنسفه. ويبكي يقول أنا أقرأ الآيات وأبكي. يقول شوف شوفوا الاستشعار للعظمة للقدرة. وهذا الأمر قمة اليقين وعين اليقين، أنك تستصغر ما يحصل لك وتحيله وتفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل هو يقرأ الآية ترى صوته مو حلو، ولا أنه هو ترى يعني حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه عاش مع الآية واستشعر هذا الورم اللي هو مسبب له يعني نهاية الحياة. يقول بلى، ويقارنه بالجبل، يقول جبل يا رب تنسفه ما تنسف ورم، بلى يا رب
تنسفه. يقول أقولها وأبكي، تنسفه يا رب تنسفه. يقول فقرأت القرآن وبدأت أقول أمسك يعني أنفوث وكذا وأقرأ، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يقول بعدين ذهب للمستشفى وذهب الموضوع ده، والآن سليم معافى الحمد لله. يا جماعة القرآن بس لاه دقائق بس بسيطة عشان في صرصار فضحنا خلاص، قلنا نقوله من الموضوع مجنن سلطان، فلازم أروح أقتل وجي دقائق وجي. السلام عليكم. يا الله كيف نسوي كده؟ ريان سيب الجوال تعال، قول لكم اقرأوا هذا عبد الماجي، أنا اقرأوا هذه الكلمات، ما أدري توصلكم زي الناس ولا لا. تعال فينو في الأرض وإنا على ذهاب. أي راح المتابعين، السلام عليكم. فين وصلنا يا جماعة؟ المهم القضية إنه هو كلما استشعر الإنسان، لا والله ماني راح أكفخهم حرام عليك والله ما مشاكل يا جماعة، عندنا الصرصار مسوي لنا أزمة هناك، فرحت أنهي الموضوع رجل البيت يعني قتلته شر قتله. شو اسمه القضية؟ نعود لموضوعنا ونترك لكم الأسئلة لمدة ربع ساعة. يا جماعة لكل مهموم، لكل مهمومة، لكل إنسان يعني القرآن القرآن القرآن. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فالإنسان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحيانا الإنسان تأتيه آيات توقظه من الغفلة، توقظه حتى يعني سبحان الله. في الجمعة وأختم بهذا، الجمعة الماضية قاعد أقرأ في الورد سبحان الله في سورة مريم، استوقفتني آية والله. أحيانا يا جماعة الرحلة الأخروية عندما نغادر هذه الحياة، ترى لما يجي واعظ مثلا يقول لنا أنه في كذا وفي كذا، يعني بعض النفوس ما تتقبل، بمعنى ما يؤثر فيها. لكن لما رب العالمين الذي هو يعلم تفاصيل ذلك اليوم والذي هو أحق من أحق ذلك اليوم علينا يتحدث عن ذلك اليوم ويتكلم سبحانه وتعالى، وتستشعر أن الله سبحانه يكلمك عن هذا اليوم ويوعدك أنت بهذا اليوم وينذرك ويرغبك بما في هذا اليوم من جنان. الأمر ثاني، كنت أقرأ في سورة مريم الله سبحانه وتعالى من ذكر الصراط قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. صراحة أنا قبل ما أقرأ هذه الآيات كنت أتابع في السناب وأتابع كذا، وصلت لمرحلة
انه يعني قسى قلبي من الاشياء اللي شفتها يعني، والاخبار اللي اسمعها وتغير الناس وتغير وكذا، وفي امور كثيره تحصل والناس تصفق للباطل في بعض الامور، شيء يعني يندى له الجبين. فيعني حسيت بضيقه صراحه. بعدين لما ترتحل للاخره وتشعر انه في يوم عظيم، وفي ولما يقول الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الصراط، ترتحل روحك سبحان الله إلى ذلك اليوم، فتطمئن وتنشرح صدرك إنه ما هي هذه نهاية الحياة، وليس هذا كل شيء اللي نراه الآن. ركز، ليس كل ما نراه الآن هو كل شيء، وليس كل القضايا ستحسم هنا، قضايا هناك يوم القيامة. فكنت أقرأ على مسألة يعني مسألة الصراط، فكان الإمام يقرأ، أنا كنت أقرأ في الورد يعني: وإن منكم إلا واردها. شوفوا الآن أنا وإنت وأي متابع ومتابعة يقيننا بنص القرآن إننا سنلج هذا الصراط، النار من تحتنا، نسأل الله السلامة والعافية، ومن تجاوز هنيئا له التجاوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصراط يقول: يا رب سلم سلم، يا ربي سلم سلم. أنا استشعرت أن الأمم كلها ستمر منها، لا، بس المسلمين والمنافقين فقط يمرون من هذا الصراط، أما أهل النار لا، مباشرة يكبكبون. الله يقول: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يا الله يا ربي سلم سلم. أما أهل الإيمان يمر من والمنافقين، والمنافقين تترصد لهم جهنم: إن جهنم كانت مرصادا. شفتوا الصائد لما يعني الصياد لما يتعقب الطير يعني ينتظر متى يتحرك متى، هكذا جهنم لبعض الطغاة لبعض المنافقين. فتأتي هذه النار ولها كلاليب ولها يعني مصائد تصيد بها المنافقين. الفكرة من هذا الأمر كله يعني هذا الارتحال بالنفس إلى مثل هذه المواقف يخفف عنك وطأة ما تشاهده الآن من منكرات ومعاصي، ويجعلك تفكر في ذلك اليوم أكثر، وتبني لك أشياء وأمور وتسابيح وأذكار وقراءة للقرآن والاستعداد لهذا اليوم رغم ابتعاد كثير من الناس. هذا الأمر يجعلك تقرأ في ذات الآية مما ورد فيها من السنة. هذا الصراط وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحد من السيف وأدق من الشعر، النار سوداء، كيف سترى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. قال في بعض الروايات أن بعض المؤمنين نورهم كالجبال أمامهم، يكشفون لهم أمامهم ما يخفى في تلك الظلمات. فلذلك دائما من الدعاء: اللهم اجعل القرآن لنا نورا في القبور ونورا يوم القيامة على الصراط يا رب، يوم العبور يا رب العالمين. فلذلك هذه الأمور، وأكثر ما يجعل الإنسان يستعد لمثل هذه الأمور تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه والدعاء بأن يتمسك الإنسان بسنته ويعمل لها ويجتهد بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أولئك يعني أنت متخيل عالمين أمم تقذف في النار ويعتقد حتى الله سبحانه وتعالى. شوفوا ركزوا يا جماعة، المسألة الله يقول فكبكبوا، انت متخيل يعني الموضوع؟ فكبكبوا هكذا يسقطون يرمون في جهنم، فكبكبوا فيها هم والغاوون. بعض الناس لسه من الكفار يعني ما دخلوا جهنم، فيظنون، قال بعض المفسرون، فيظنون انهم ثم تأمل ان جهنم امتلأت مما كثرت ما يشاهدون، ناس امم مليارات تقذف في جهنم، فهم يظنون ان ثمة امتلاء لجهنم، وما ظنوا أن مسافتها 70 سنة إلى قعرها. يا الله، فهم لا يرون إلا ما تعلو هذه جهنم، فيقولون أهل يعني يعني يظنون عفوا يعتقدون أنها خلاص الآن ستختفي جهنم وسنبتعد عن جهنم لأنها ملأة. فيقول لها الله سبحانه وتعالى ينادي جهنم فيقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول. شوف الآن قضية حتى تكسر نفسياتهم حتى.
فتنادي فيسمعون جهنم هم، فتقول هل من مزيد. هنا في هذه اللحظات انتقل أهل الإيمان إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا الله المتمسكين، الله سبحانه وتعالى يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. تذكروا تلك الأيام العصيبة، مرضكم، سهركم، تعبكم، شقاءكم، الفتن التي أحاطت بكم، صبركم، ها؟ هذا ما توعدون، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن، من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جايين كذا منكسرين، الله يناديهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة كما بين الشام واليمن، ها، وإنه لا يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. يأتي أهل الجنة يطرقون باب الجنة ما تفتح لهم، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب، والملائكة يسمعون من قال محمد، قال ما أمرنا أن نفتح إلا لك، وتفتح أبواب الجنة. يا رجل من شدة ما يرون من النعيم، ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. شفت لفت الدنيا كلها، إيش شفت؟ والله لن ترى مثل الجنة. شو مو بس كذا، لو فلان ذهب أو فلان ذهبت تقول لك والله أنا رحت مكان وكذا وكذا، وتشتهي نفسك تروح المكان هذا. الله يقول لك ولا أذن سمعت، مهما سمعت من الجمال في الدنيا، مو بس كذا، ولا خطر على قلب بشر، الشيء اللي يخطر بالك في أعلى منه. يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك عندما تفتح باب الجنة يقفون هكذا مدهوشين، مدهوشين، ما هم قادرين يتقدموا من شدة ما يرون من الجمال، فيصيبهم شيء من الدهشة، والدهشة أحيانا تصيبك بالكذا يعني. فيسمعون الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تدري أول كلام أهل الجنة أول ما يدخلوا إيش يقولوا؟ يقولوا وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله. ترى من أولئك اللي دخلوا الجنة ناس زيكم، إن شاء الله يجعلنا وياكم منهم، قولوا آمين. ترى دول في ناس جوة هؤلاء اللي دخلوا الجنة ترى مصابين بأمراض وكانوا مسحورين في الدنيا، وكمان ناس ما تزوجت وناس عليها ديون وناس دخلوا الجنة. تدري أول كلمة يقولوها من الفرح؟ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقام، الذي أحلنا دار. يا الله شوف انتهت، وانتهت قضية الأحزان، وانتهت قضية الصراع بين الشر والباطل، وانتهت تلك الترهات والآراء، وانتهى الباطل اللي كنا يعني نزعل منه، وانتهت ذلنا وانكسارنا، انتهت خلاص. الملائكة تقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم الله. الملائكة وتتلقاهم الملائكة، تخيل يستقبلوك الملائكة
هذا يومكم الذي كنتم توعدون. شوفوا، خلونا نختم هذه الدنيا اللي احنا حاسينها خلاص، وهنيئة للثابتين، ثابتين وصابرين ومحتسبين. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى هم في الدنيا كانوا مجموعات كده يتكاتفوا يتعاونوا على الخير، بينهم أعمال تطوعية، يصلوا سوا، يتذاكروا بالخير. فأبى الله سبحانه وتعالى أن يدخلون الجنة كل واحد لحاله، لا، مع بعض، زي ما كنتوا في الدنيا مع بعض تدخلوا الجنة مع بعض زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام، يا الله، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي أو قالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. شوفوا الآن نهاية هذه الهموم اللي احنا عايشينها في الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هيسمع في يوم الجمعة أهل الجنة في نعيمهم، رجال ونساء، كل امرأة في نعيمها وكل رجل في نعيمه، هنيئة للصابر. يا أخي والله يكفي أنه في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنك تشوف أيوب سيد الصابرين، يكفي تشوف يوسف، تشوف أبو بكر، عمر، عثمان. في هذه اللحظات، تمام، يوم الجمعة ينادي منادي إن الله يستزيركم يا أهل الجنة، إن الله يستزيركم. هم أصلا يذهبون إلى سوق معروف يتقابلون فيه في يوم الجمعة، فيلتقون كذا، في يوم الجمعة إن الله يستزيرهم، فيجتمعون على صعيد واحد أهل الجنة، فيسمعون صوت الله سبحانه وتعالى، يا الله، اللهم بلغنا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة اسألوني، يا أهل الجنة اسألوني. هل النساء بيشوفون الأنبياء؟ نعم، الأنبياء أباءهم، كيف ما يشوفوهم؟ نعم. يا أهل الجنة اسألوني. أهل الجنة أصلا هم يعني ما كانوا يتوقعوا إنهم يدخلون الجنة، لأن المقياس ميزان دقيق جدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأعمال أحيانا أعمال الشر تبقى على أعمال الخير، لكن تداركتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله فأدخلهم الجنة. فيقولون: يا ربي، أما سترت عيوبنا و يعني غفرت ذنوبنا، يا ربي أما بيضت وجوهنا، أما زحزحتنا عن النار. فيقول: يا أهل الجنة اسألوني. فيجمع أهل الجنة على طلب واحد، اللي هو رؤيتك يا رب، رؤيتك يا رب. فتكشف الحجب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقولون في الأحاديث، يقولون في يعني قيل في الحديث: ولم يعطوا نعمة أفضل من هذه النعمة. ينسون نعيم الجنة كله، أنت متخيل؟ من دون تخيل، من دون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه وتمثيل، لا تدركه الأبصار. شوف في الدنيا، يعني موسى لما كلم الله سبحانه وتعالى هنا في الجبال، في جبل الطور، عندما رأى جبلا كبيرا أشما، هو جاي رايح لجبل الطور كما قيل في السير، وصل إلى جبل الطور وهو في الطريق كان يشاهد هذه السلسلة العظيمة من الجبال المتصلة، فيقول في نفسه: سبحان من خلق هذه.
فكلم الله سبحانه وتعالى تكليما في أي لحظة بالله ما يشتاق، يقول له يا الله، يقول له يا موسى مر بني إسرائيل أن يفعلوا كذا ويتركوا كذا، يفعلوا كذا ويتركوا كذا. فسمع صوت الله سبحانه وتعالى، فيوم من أيام موسى قال ربي أريني أنظر إليك. يا رب منيا منيا، هذه شوف خليها أنت في حياتك، خلي هذا الهدف هو الهدف الأعلى في حياتك كلها، أن ترى وجه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. هذا الأمر سيجعلك يعني ترتفع بهمتك وترتقي كثيرا وترتاح كثيرا وتستصغر بعض الأمور كثيرا يعني ترتاح، لأن الهدف غالي يحتاج إلى متطلبات عالية جدا. أحسن الظن بالله. الشاهد موسى قال يا ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، شفت الجبل أنت جاي على جبل الطور اللي هو أدهشك، انظر إليه فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا أغمي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا من المسلمين، من أول المسلمين. هذه اللحظات تنسيك ما تعيشه أنت من الهموم والكوادر والأشياء اللي أنت تعيشها. اللهم يا رب. لذلك يا جماعة أعظم عذاب، خذها وآخر قضية، أعظم عذاب على أهل النار مو النار، هي عدم رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بسوء ما عندنا يا رب يا كريم. اللهم يا رب يا كريم. شباب شباب وبنات بقول لكم حاجة، يعني العينين هذه يوم من الأيام سترى الله سبحانه وتعالى إن أنت سلكت الطريق، فلا تلوثها، يعني لا تلوثها. الأمر الثاني قد يكون معنا من بيننا إنسان زل يوم من الأيام أو إلى الآن ما زال يزل، يعني إلى متى السؤال، إلى متى؟ ترى كلنا نضعف وكلنا كذا، لكن في النهاية لازم تعرف الطريق ده، لازم ترجع له، لازم لازم. شوف الله قال لكل أواب رجاع، لا تترك الطريق وان ذهب الناس كلهم. ترى مليارات سيقذفون في النار، العبرة ليست بالأكثرية وليس بالمجتمع وليس بأحد، العبرة بما القرآن، القرآن والسنة، والعبرة يوم من قابل الله سبحانه وتعالى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. شبابنا وبناتنا فيهم خير كثير كبير جدا 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 جدا، لكن يحتاجوا الكلمة الطيبة، يحتاجوا إلى عودة إلى القرآن. الله يجعلكم يا رب من أهل القرآن. تفضلوا بالأسئلة ونختم بتلاوة. طيب بسم الله. الساعة كم يا جماعة؟ أنا أسألكم عشان عندنا دوامات بكرة. وإياكم يا رب، الله يجزاكم خير جميعا. أحفظ البث أبشر، والله أني دائما يا أنا أحفظ القرآن ولكن لا أستشعر بشيء حتى أني أتكاسل عن قراءته. انصحني. شوف لما تستشعر أنه هذه رسالة من رب العالمين، لا تستشعر أنه أنت من دون قرآن حتى لو كنت مسلم ولا شيء، لا ما حتتركه. والله بحاول أني أحفظ البث 11 إلا ربع، أوف 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 أوف، تجاوزنا والله الوقت. طيب نختم بتلاوة. إذا قرأ سورة الفاتحة بالصلاة وتقول آمين طبعا، والله حتى أنا يا إبراهيم وراي دوام. طيب كنت في الجامعة لما حفظت القرآن، كنت في الجامعة. كيف نتوكل على الله حق التوكل؟ إجابة طويلة ما أستطيع أن أجيبها في هذه الدقائق المعدودة، لكن إن شاء الله يوم من الأيام نخصص لها وقت. يعني يوم يعني كنت بموت من الحزن وهم على الفتن اللي قاعدة تصير، بس الحمد لله. لا لا الفتن هذه واردة، ها
الفتن حتيجي وحتصير أكبر منها، لكن ترى ما هي مسألة نهاية الحياة، لا لا، بالعكس أنا متفائل جدا 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 جدا. هذه ابتلاءات الله سبحانه وتعالى، يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. هذول اللي قاعدين يجاهروا بالمعصية يعتقدوا أنهم أقوياء على الله وأن الله ما يقدر يعجزهم، لا والله الموضوع بسيط، ولو شاء ربك ما فعلوه، والله ما ينزل الأمر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله ليرى الله. هي مرحلة تمايز الصفوف فقط لا أكثر، وأبشروا بالخير. يعني حتى الفتن القادمة، الإنسان لا يحب الفتن لكن ستأتي وستأتي وستأتي، والإنسان يتفاءل، لأنه في القرآن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. انتهينا. الله يجعلنا من الذين يحملون هذه الرسالة. طيب، هل ممكن تسجل صوتك في اليوتيوب في السور كاملة؟ إن شاء الله الفكرة جاية، وقاعدين بس نضبط الاستوديو وكذا، نشوف لنا استوديو ونبدأ كيف أتدبر القرآن. تكلمنا في بث قديم جدا يعني يا شيخ، بالحفظ من المكر وكذا الناس المنافقين. يا رب يا رب، ويسعدكم يا رب ويرضى عنكم. إن الله يعطي الذاكرين أكثر من أعطى السائلين، فاذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، الله أكبر. كيف أعمل إذا سهيت بالصلاة؟ السؤال مو واضح. طيب نختم بتلاوة دعواتك. أنا بالعناية لي سنة ضيق في ضيق، أسأل الله لك الشفاء، أسأل الله لك أو لك الشفاء يا رب العالمين. شوفوا يا جماعة، عندنا ناس إحنا جالسين في بيوتنا وفي ناس في المستشفى. يا الله، اللهم شافي وعافي كل مرضى المسلمين، اللهم شافي وعافي كل مرضى المسلمين يا رب. طيب والله يا جماعة ندعي لكم، والله ندعي لكم، لكن ثقوا تماما الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت العبد نفسه. وعندما ندعي لبعضنا، هذا ترى من رحمة الله بنا، والملائكة تستغفر لنا وتدعو لنا، ولذلك هذه وصايا مهمة جدا. والله ندعي لكم وحبكم في الله سبحانه وتعالى، وانتم ادعوا لي كمان. طيب كيف تملأ قلبك بخشية الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ القرآن بتدبر وكأنه رسالة رب العالمين لك، وتأمل كيف الله يتكلم عن نفسه بذاته العلية لما يقول: وما قدر الله حق قدره أإله مع الله هو الذي أرسل. شوف الأفعال، يمتلئ قلبك بخشية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. طيب آمين. طيب رمضان جاء إن شاء الله في مسجد الميرة، إلى الآن ما في وضوح إني أخرج برا السعودية ولا لا، لكن الأصل إنه في مسجد الميرة إن شاء الله. يا رب يا رب وفقنا وإياكم. طيب يا رب ارحمنا وتجاوز عنا واغفر لنا. هذا المصحف جاني هدية، جزا الله صاحبه كل خير. بسم الله. في مداخلات شيخ السلطان. سلطان سلطان مين؟ هذا شيخ الريان. طيب سورة إن شاء الله في السعودية في جدة. يلا نبدأ نختم يومنا بالقرآن. ترى احنا عندنا يا جماعة ختمة قرآنية، ودعواتكم إن شاء الله كذا في الأيام القادمة. فكرة الكتاب خلاص أشرفت على انتهاء. كتاب هو معين، كتاب قصصي كذا عن قصص عايشتها في تدبر القرآن، ناس تغيرت حياتهم بتدبر القرآن، بس جالس يعني يجمع المادة وكذا قصصية.
أخذتها وعايشتها وأخذتها من أصحابها، وفي بعضها عايشتها أنا وفي بعضها لي أنا. فدعواتكم يعني تتيسر يا رب. نبدأ؟ يلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون، بالله يا جماعة شوفوا المشاهد كيف تغيرت. الآن السخرية كلها من الصالحين، شوفوا السخرية يوم القيامة كيف، وشوفوا كيف الله يدافع عن المسلمين المؤمنين اللي ثبتوا على دينهم في الدنيا اللي استهزوا بهم الناس. بالله شوفوا، مع أنه هم يكلموا الله أهل النار يقولوا له يا رب أخرجنا منها، فيذكرهم الله إيش يقول لهم، يقول لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون. شوفوا كيف الله يدافع عن المؤمنين في تلك اللحظة. يا رب إنه كان فريق من عبادي يقولون، يقولون ربنا آمنا، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. شوفوا المشهد اللي قاعد نعيشه الآن. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري
وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم إني جزيتهم اليوم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ احنا عايشين سنين نحس انه نهاية الحياة بهذه المعاصي والفتن. هم من شدة ما شافوا من طول يوم القيامة وأهوال والخلود قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يبوا فكاك بس يبوا المخرج. بالله يسأل العادين لبثنا يوما. قال لهم الله سبحانه وتعالى وقد وضحت لكم إن الدنيا قليل فاستخدموها في طاعتي. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم. قلها الآن يا رب اغفر وارحم. الله يأمرك رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز. اللهم حسن نياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يرحمنا برحمته وتجاوز عنا وعنكم يا حبايب. ملتقى الجنة يا رب الفردوس الأعلى. كل إنسان مذنب كل إنسانة مذنبة ترجع يا الله. ترى الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان عظيما. أنا العاصي أنا المذنب خلاص بقي دقيقة نص. أنا المذنب أنا المخطئ أنا العاصي. هو الرحيم الغفور الكافي. قارنتهن ثلاثة بثلاثة فغلبت أوصافه أوصافي. الله رحيم يا شيخ. بقي دقيقة ونص يا جماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يمنيه وكرمه يجمعنا في الجنة. قولوا آمين. سامحوني حبيتكم حبيت أدرش معكم في هذه المسائل اللي إحنا نرى أنها نهاية الحياة الفتن هذه. لكن القرآن يرتحب بك في الآخرة يعلق قلبك في الآخرة فتعيش في الدنيا بقلب معلق حول العرش. يسير روح تسير وتحلق حول العرش. السلام عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله.